اللي متواجدة في هذا المركز. خليكم ويانا في جولتنا في المنظار. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا وعليك توكلنا ولصيام يوم غد نوينا، توكلوا على بركة الله والصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى كل العراقيين، هذا اليوم شاهدنا هذا الفطور في مركز كربلاء الإسلامي الثقافي. أكيد سعيدين أن تجمع الجالية العراقية في هذا المكان المقدس هنا، وأكيد تتواصلون بهذه اللمات العراقيين، لمة رمضان، وتتذكرون الأيام الجميلة داخل العراق. الحمد لله. دون شك، أولا نبارك لكم وللشعب العراقي وللفيحاء هذا الشهر الكريم، ونسأل الله أن يمن على شعبنا بالسلام والأمان ويدفع عنه السوء وكل تعصب وكل إرهاب ويجعله شهرا مباركا. نعم، الحمد لله. نشكر الفيحاء اللي شاركتنا اليوم بالفطور هذا الإفطار في مركز كربلاء الإسلامي في مدينة ديربون في ولاية ميشيغان الأمريكية، حيث تجتمع هذه الجالية وهذه الوجوه الطيبة في كل يوم شهر كامل في ضيافة الرحمن. فنحن كجالية وكمسلمين في ضيافة الله في شهره، والشباب والعزاب في ضيافتنا الحمد لله، وهكذا نحاول أن نعيش أجواء العراق وأجواء أهلنا وأجواء بلدنا. فكأنه اللي يدخل في هذا الجو وفي هذا اليوم وفي هذا المساء وفي هذه الصلاة كأنه يعيش في العراق وقرب الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. أكيد بشيخ، هذا التجمع الكبير وهذا الفطور انشاهد من 30 يوم فطور متواصل في مركز كربلاء. أكيد هذه الأيام الجميلة، وأيضا قراءة القرآن والصلوات هنا. شاهدنا دائما تواصل مع الجالية العراقية المتواجدة في ميشيغان. خلينا نرجع ذكرياتنا للعراق والتجمعات الجميلة جدا. أكيد هذه التجمعات تذكرنا بأيامنا ببغداد. دون شك، دون شك. الحقيقة هذا الشهر يشحن القلوب بالإيمان
وبحب الوطن اللي هو من الإيمان، ويذكرنا بأيام الله مثل التليفون النقال السيلرفون، إذا ما يشحن الباتري يموت. فإحنا كذلك نشحن قلوبنا في هذا الشهر حتى يبقى الإيمان حي وتبقى علاقتنا بالله وارتباطنا بوطننا وبأهلنا على حيوية ونشاط إن شاء الله. إن شاء الله. لكن شيخ هشام نحتاج من عندكم الصلوات والدعاء لأهلنا وناسنا داخل العراق بمناسبة حلول شهر رمضان وهذه الأيام المباركة. نعم دون شك. الحقيقة احنا البارحة احتفلنا في مولد الامام الحسن، وبكرة نحتفل في شهادة الامام علي، فبين هذه الفرحة وبين هذه الدمعة تتجسد مسيرة الوجود ومسيرة الحياة، وهكذا هو العراق، يوم ابتسامة ويوم دمعة، ونسأل الله أن يزيل هذه الدمعة وهذا الحزن عن بلدنا الحبيب العراق بلد الأئمة الأطهار، ويدين السرور عليه إن شاء الله، ويوفق العراقيين في حكومة تخدم هذا الشعب ولا تخدم نفسها فقط، وأن هذا الشعب يقدر هذه النعمة التي أنعمها الله عليه وهذه الحرية وهذه الثروات لأجل أن يكون مثالا يقتدى به في العالم، وأفضل الأوقات التي نتقرب فيها إلى الله ونتضرع ونحسن أنفسنا وسياستنا وقلوبنا هو في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شكرا جزيلا سماحة الشيخ هشام الحسيني على هذا الفطور وهذا التواصل مع الجالية العراقية المتواجدة هنا في أمريكا. شكرا لكم وشكرا لقناة الفيحاء التي تتفقد الجاليات العراقية في أنحاء العالم، وكل عام وأنتم بخير. وكذلك نشكر الأستاذ محمد الطائي على تفقده الجاليات وإرساله الفيحاء التي أصبحت هي الواسطة والوسيلة التي توحد وتجمع العراقيين في أنحاء العالم، فشكرا لكم مرة أخرى وشكرا لإدارة الفيحاء على هذا التفضل. أكيد جاليتنا العراقية المتواجدة هنا في أمريكا هذا اليوم شاهدت عدد أيضا من الأمريكان وهم يفطرون ويا جاليتنا الحبيبة المتواجدة هنا في أمريكا. هذا اليوم شاهدتك تفطر ويا جاليتنا في مركز كربلاء الإسلامي. Yes, I feel much closer to God since I came to Islam from Christianity. I love it here. I've been coming here every day through Ramadan. I feel, like I said, I feel much closer to God. I love this religion. I want to know more about it. Do you want to go to Iraq? Yes, I do. I would love to go to Iraq. I am a police officer of 18 years, and I would like some type of job in Iraq in law enforcement. Oh, thank you. Thank you. أكيد رمضان كريم وسعيد عليكم وعلى قلوب كل العراقيين هذا التجمع الكبير هنا في مركز كربلاء الإسلامي. أكيد هذا التجمع رجعنا بالذكريات للعراق لأيامنا الجميلة في رمضان. أكيد هذه ذكريات والذكريات العراق لا تنسى، لولا هذه الذكريات وإحنا حقيقة بغربتنا عايشين على ذكريات العراق.